نعمل الاول حاجه هنبدا بيها الملوخيه وفته، لها تفاصيل كتيره واكله صعبه، يعني عيش يعني ملوخيه يعني فراخ تتسلق فيها غلبه شويه. وانت حضرتك تساعديني. انا تحت امرك. أشكرك. انا طيب. تحت امرك. اتفضل. طيب مقادير الملوخيه فته النهارده، ودي حاجه جديده مش معتادين ان احنا نعملها، واحنا كلنا عارفين الملوخيه من الاكلات المصريه الموثقه في موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه، ومحدش يقدر يقول غير كده، واللي يقول غير كده يقطع له ايده. طبعا ملوخيه بالارانب، ياكلها الصين، ياكلها في اليابان، ياكلها في اي مكان، هي مصريه ثم مصريه ثم مصريه. مقاديرها على الشاشه معانا، فرخه لطيفه وجميله زي الفل، وزنها تقريبا كيلو، معانا عيش متحمص، معانا ملوخيه، معانا حل على النار فيها بوكي جرنيه زي الفل. هنبدا الاول نسلقها مع بعض. طبيعي يا استاذه نهى، الفرخه دي لازم تكفي العيله والصحاب. فنقطعها 12 قطعه. هايل هايل. انا دايما بيعجبني في البرنامج بتاع حضرتك انه برنامج واقعي. ده السؤال ده بقى اللي عايز اساله لحضرتك. واقعي. عايز شهاده من الاعلاميه المتالقه استاذتنا استاذه نهى توفيق، ايه رايك في برنامج اكله امي او برامج الاكل عموما يعني؟ عشان برضه طيب. ايه، خلينا نبتدي كده من اسم البرنامج. الاسم يفتح النفس. أكلة أمي. يعني اللي هي الأكلة اللي مش ممكن ننساها بالظبط كده، اسم يفتح النفس. طيب تاني حاجة، إن حضرتك بتستخدم المقادير اللي موجودة عندنا في كل بيت. هو ده. مفيش يعني افتحي مطبخك افتحي تلاجتك هتلاقي كل حاجة. بالظبط كده اهو. طريقة عمايل الأكل برضو سلسة وبسيطة، وأي حد ممكن إن هو يتعلم بسلاسة وببساطة وسهولة من حضرتك. فدي حاجة طبعا. إيه مميزات جميلة. والبنات اللي لسه مثلا على وش جواز، اللي هم ايه لسه بيتعلموا، يقدروا ان ده مهم جدا. وبمناسبة البنات اللي هم بيتعلموا، ولاد حضرتك بتدخلوهم المطبخ؟ سؤال محرج. لا جد، انا يعني لازم تعلميهم ولا هم مش شويه يعني ممكن مثلا لو طلبت منهم حاجه ممكن يعملوها، بس ايه يعني حضرتك عارف برضو جيل اليومين اصل هو المطبخ ده بالنسبه للبنوته بالنسبه للست هو ده مكانها الاخير. ده تبقى دكتوره، تبقى مهندسه، تبقى اعلاميه، المطبخ في الاخر برضو اساسي. بصراحه طبعا. ومهم حتى الولد على فكره، مهم ان هو يتعلم ازاي يطبخ حتى لو اكلات بسيطه لنفسه. ما نعرفش الزمن فيه ايه، يقعد لوحده ويسافر كذا، فيبقى حلو برضو ان هو يعتمد على نفسه. ده مهم جدا. شفت ريحه الفراخ بقى؟ شفت هنا؟ شفت الشوربه؟ الله الله الله. حبهان على هي على ورق لورا وقرنفل فلفل اسود مجروش، تديكي شويه شوربه. هم شخصيه الملوخيه بالظبط. الملوخيه ظبطت يبقى الملوخيه هتظبط. الملوخيه الشوربه ما ظبطتش تبقى الملوخيه مش هتظبط. طب كويس، عشان برضو نعرف ايه التفصيله المهمه. حضرتك هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي هبدا اشتغل في الفته. عندنا الملوخية خلاص. التفاصيل الأخيرة لولادة فتة الملوخية بالدجاج. نقول فتة الملوخية بالدجاج ولا فتة الدجاج بالملوخية؟ لا، الملوخية بالدجاج. الملوخية ذات قيمة، ذات شخصية أقوى من جداً الفراخ. جداً صحياً كمان. جداً ومصرياً. جداً الفراخ أي حد ياكلها. تيتا تحب تاكل من إيديها إيه؟ كوكا بتفرق. الملوخية. ملوخية؟ انت بنت حلال، انا عامل لك ملوخيه النهارده. شم ريحه الملوخيه جميله ازاي؟ لا، وعامل لك فتت ملوخيه جامده جدا. ماما هتغف لنا الشوربه. يلا بينا. وانا هبدا احضر الفته لان الجمهور عايز يشوف ايه فتت الملوخيه دي. اتفضلي يا ست كل. الله الله الله. شوف بقى ريحه الشوربه. اي حاجه فيها مشروم انا بعشقها. بموت في المشروم، بحبه جدا. وادي العيش بتاع الفته، حطه هنا كده. حلو. يلا يا جماعه قولوا لنا لماذا سميت قدره قادر بهذا الاسم؟ فرصه. فرصه ما تضيعوهاش. بالظبط. شوف التركيه دي يا استاذه نهى. شوف التركيه دي. ايه ده؟ الله، ده ايه يا شيخ؟ انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل الطشه بتاعه الملوخيه مكان تحضير الفراخ. دي مدرسه بوغازيه بقى. حلو قوي. لا لا، انت ما فاتت عليك التاتش ده. بصراحه التاتش ده احنا الملوخيه لازم طشه. ماشي. هي على النار، هي بتغلى اهي. تمام. وعايز يعمل الشوق ده في البيت برضه زي ما بنشوف في بعض المطاعم. يجيبوا حلتين ويقعدوا يقلبوا الملوخيه قدام الزبون والجو ده. ايه الست في البيت تقدر تعمله لجوزها؟ طريقه بسيطه. بناخد الطاسه دي ونعمل التومه ونعمل الملوخيه على السفره عادي. ماشي. ولكن الجديد هنا ان انا عايز امسك الفراخ دي كده احمرها. بعد ما احمرها اعمل الطشه بتاعت الملوخيه. عشان يمكن علشان حضرتك تاخد النكهه الفراخ. النكهه بتاعت الفراخ بالظبط. في الطشه يعني. وفي الطشه تنزل في الملوخيه. استاذه حضرتك بقى ترصها لي كده بشياكه. ايوه. على الفتة. على الفته. العيش. العيش.
الله الله على الريحة. الله. ومكان الطاسه. أيوة. والمغازي جاب الخلاصه. مكانها هنعمل الطشه بتاعتها. استنى رصنا الفراخ. حاضر. رص الفراخ على ال انا مهتمه بس العيش. اعرف الطشه. أيوة. معلقه سمنه. ايوه ست الكل اهو. ايوه وعليها. اول عايز الرز. ايوه يلا. شويه الرز بقى بتوع الفته الحلوين دول كده. دايما في الفته بنحط الرز كده ايه؟ والعيش باين. كده. الله الله الله. وعملنا فته الملوخيه وهنحط برده ملوخيه على السفره للي مش عايز فته ياخدها كشوربه. شفت الجو ده كده؟ الله عليك. شاطر في المطبخ. تسلم تسلم ايدك. شفت الملوخيه؟ لا ريحتها ريحتها جباره ريحتها فظيعه. الله هو ده. شفت التركه دي؟ الله يا ريكا كوكا. الله حبيت الملوخيه فكت لسه جايه في الاخر وتفك يا كوكا. عايز الضحكه الحلوه دي. شفت ريحه الملوخيه؟ واضح انك انت ريحه الاكل الحلوه بتخليك ايه تكلمي. شفتي؟ الله على الجمال. الله على الجمال. احنا ناخد الطبق ده واحنا ماشيين، ايه رايك؟ نفطر بينا تحت امرك. تحت امرك. ماما جايبه لي احلى قدره قادر، احلى هديه. تسلم. تسلم يا شيف والله بالهنا والشفا، وان شاء الله يا رب تعجبك. وهستنى بجد تليفونك تقول لي ايه رايك فيها. انا في امتحان على فكره يا جماعه، امتحان صعب جدا يعني. تخيلوا بتهدوا شيف حاجه. تخيلوا اكل. انت ثابته وجودك من زمان. الله يخليك. الله يخليك يا شيف.